السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور. كيف الحال يا شباب؟ الحمد لله بخير من الله، الله يسعدك. الله يسعدكم إن شاء الله. يلا في شباب، قبل ما نبلش المحاضرة بدي أأكد إنه يكون وصلكم الإيميل تبع الكويز يوم الجمعة الساعة 7 مساء على الإي ليرنينج. اوكي طبعا لك دكتور، قبل شوي طلع قرار انه من مجلس العمدة انه خلص كل المواد وجاهي، كيف يعني كل مواد وجاهي؟ يعني المواد اللي عن بعد والمدمج والوجاهي كله راح يكون المد والفاينل وجاهي. وجاهي بعرف، يعني شكرا على المعلومة، بس هي هاي المعلومة معروفة من بداية الفصل، قلنا لكم انه الميد تيرم والفاينل حيكونوا في الجامعة ان شاء الله. دكتورة ما في إيميل علشان الكويز؟ ما في إيميل؟ لا لا، شيكت مش موجود عندي. مين يا شباب؟ مين ما وصلوا إيميل؟ أنا كمان مش واصل عندي إيميل. شيكت متى آخر مرة شيكت؟ هلأ لما حكيتي فتحت على الإيميل مش موجود. آخر إيميل اللي هو ليكتشر 8. دكتورة وأنا كمان نفس الإشي هلأ. لا هي في والله في مهندس موجود. لا موجود دكتور، موجود موجود موجود. يعني متأكدة إني بعثته. معناته مين غير مين حدا ثاني ما وصله؟ دكتور بنفس الليكتشر 8 لو تنزل تحت بتكون موجود الإيميل تبع الكويز. انا بعثته بعد الاعلان، بعد المحاضره رقم 8. طيب معناته بكل مشكله عندك. نسيت اسمك، والله شو كان اسمك؟ الطالب اللي قالت لي انه ما وصل لها ايميل، بكون المشكله يعني تشيك او تمام. يعني دكتوره انا انوار. تمام. انوار تمام. إذا ما وصل اللي ما وصله هو الكويز إن شاء الله يوم الجمعة بعد بكرة الساعة 7 مساء، وحيكون مادته اللي هي chapter 2 chapter 3 زي مادة الكويز الأول. ماشي، حيكون في سؤالين كل واحد عليه علامتين ونص إن شاء الله. بس في شغلة يا شباب، هلا بالنسبة للكويز مش أخر عن المحاضرة، بالنسبة للكويز إنه هلا اذا انت حل زي ما صار معنا بالكويز الاول، اذا انت حليت ماشي السؤال وما طلع معك ولا جواب، حط none of the above. لا تصير تخمن ايش انا بدي، حط none of the above. اذا حطيت، اذا كان حتى لو السؤال كان فيه خربطه انت كنت حاط فيه none of the above، راح اعطي العلامه فقط للي حاطين none of the above. اوكي، ف يعني سواء في خربطه ولا ما فيش خربطه، طلع معك ما في جواب حط none of the above. اوكي، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه هلا كمان نفس المبدأ تبع الكويز الأول، إنه كان السؤال الثاني بيعتمد على السؤال الأول، فأنت حليت السؤال الأول اللي كان طالب منك تطلع الكوفيشنز، حليت طلعت الكوفيشنز وما لقيت جواب، بتحط none of the above. هلا السؤال الثاني بيطلب منك تحسب الباور، والباور بتعتمد على انك يعني على يعني باستخدام الكوفيشنز. هلا عشان تطلع الباور استخدم الاجابه اللي طلعت معك للكوفيشنز وطلع الباور. ماشي، اذا طلعت معك الجواب للباور حطه، اذا ما طلع برضه حط none of the above. هيك بتكون انت في السيف سايد، لانه الكويز الاول كان في ناس، يعني هو كان الخربطه انه انا ناسي رقم بالاجابات، فكان الناس حالي صح مش ملاقي الجواب الصحيح فحطوا اي شيء. ماشي، هلا لما اجوا يحسبوا الباور ما استخدموش الاجابه الكوفيشنتس اللي طلعت معهم، لو استخدموها كان الجواب الصحيح كان موجود، يعني لو استخدموا الكوفيشنتس كان طلعتوا قيمه الباور الصحيحه وحسب لكم السؤال. ماشي، طيب نرجع هلا للمحاضره. طيب المحاضرة الماضية كنا تحدثنا بشكل يعني
مفصل انه كيف انه يعني انه دائما اذا بدي اعمل موديوليشن مش شرط انه لازم استخدم كوساين سيجنال عشان اعمل جنريشن لموديوليتد سيجنال لدبل سايد باند موديوليتد سيجنال. وقلنا انه اي بيريودك سيجنال موجوده بين ايدي بتكون يعني بقدر استخدمها عشان اعمل جنريشن ل فاي اوف تي الموديوليتد سيجنال. اوكي هلا في اكزامبل على هذا الموضوع ما لحقناش نحله المره الماضيه، فخلينا نروح على الوايت بورد ونحل الاكزامبل. طيب اكزامبل بيقول لي انه في عندي بيريودك سيجنال، هاي البيريودك سيجنال شكلها عبارة عن exponential e minus a t where t is between zero and capital t. قال لي إنه في periodic signal شكلها زي هيك عبارة عن exponential تتكرر كل capital t. أوكي ففعليا السيجنال هيها لو حاولنا نرسمها، هو مش راسم لي إياها طبعا بس بناء على المعلومات اللي هو قايل لي إياها، عبارة عندي هاي capital t، هاي 2 t، هي 3T وهكذا، هاي اللي هو هون مثلا minus T وهكذا. ففي عندي exponential decaying ماشي اللي عندي T، بعدين برجع بعيد نفسه كل capital T، وهون نفس الشيء طبعا لأنها periodic signal، هاي بتروح عندي من minus infinity إلى infinity. فهون إن هاي إذن P sub t of t، فموجودة هاي signal periodic signal بيقول لي بدنا نستخدمها عشان نعمل modulation. أوكي في عندي message signal f of t، فبدنا نستخدم ال p of t عشان نعمل modulation وننقل ال message signal عندي من ال transmitter ل receiver. إذن هاي ال message signal. طيب قلنا عشان نستخدم في بروسيجر ثابت عشان نستخدم البيريودك سيجنال للموديوليشن، قلنا اول شيء الخطوه الاولى في هذا البروسيجر انه بنكتب البيريودك سيجنال بدلاله الريبرزنتيشن تبع الفورير سيريز ماشي، فبنكتبها على الصيغه العامه اللي هو summation from n goes from minus infinity up to infinity p sub n exponential j n omega node t. إذن هاي الخطوة الأولى مثلنا الperiodic signal بدلالة الفورير سيريز تبعتها. الخطوة الثانية إنه بنعمل الأوميجا نود بتساوي الأوميجا سي اللي هو الكارير فريكونسي اللي إحنا بدنا إياه ماشي. والخطوة الثالثة بنضرب المسج سيجنال اللي هي الاف اوف تي بالperiodic signal وبتصير عنا اللي هي ال f of t في summation p sub n exponential j n omega c t. وفي هاي الحالة بندخل ال f of t جوا summation، فبصير عنا p sub n في ال f of t exponential j n omega c t، وعنا ال n goes from minus infinity up to infinity ماشي. هذا ال general procedure. هلا وصلنا لهاي السيجنال، في بنلاحظ انه في عندي هذول الكوفيشنتس عباره عن مجاهيل ماشي، فحسب السيجنال اللي الموجوده عندي بدي اطلع البي انز هذول وبعدين اكمل الحل. طيب عشان اطلع البي انز خلينا نحط صفحه جديده. البي انز شو اللي هم الفورير كوفيشنتس، شو القانون تبعهم؟ 1 ديفايدد باي تي فروم ماينس تي على 2 اب تو تي على 2 ال p sub capital T of T exponential minus j n omega c t. طبعا القانون العام omega node، بس احنا قلنا هون عشان بدنا نعمل modulation نخلي الomega node بتسوي omega c اوكي d t. طيب هون ايش بتساوي؟ ننزل 1 على t from minus t على 2 up to t على 2. ال p periodic function هو عبارة عن e minus a capital T، في عندنا الإكسبوننشال هذا minus j n omega c t dt
ماشي. طبعا ال بتصير عندنا هون ايش اللي هو ماي ماينس 1 على تي مضروبه في اي، مش كابيتال تي هون سمول تي، بتصير ماينس 1 على تي اللي هو A plus J N omega C مضروبة في الـ exponential للـ minus A plus J N omega C الكل مضروب في T، والليمت عندي من minus T على 2 لـ T على 2. طبعا هلا أي periodic function يا شباب، عندي هذا periodic function بدي أنا أكامله على فترة كاملة، فهون عندنا الفترة من ماينس تي على 2 لتي على 2. هلا مش شرط من ماينس تي على 2 لتي على 2، ممكن أي رينج، بس المهم إنك تغطي فترة كاملة. فأنا هون بدل ما أخذ ماينس تي على 2 لتي على 2 بدي أخذه من صفر لتي، أوكي؟ جواب نفس الشيء، ما راح يفرق أي شيء، بس إنه أسهل علي يعني من صفر لتي بتطلع معي الإجابة أسرع. فبصير عندنا هون اللي هو ماينس 1 على A plus J إن N omega C capital T، هاي بتصير E minus A plus J N omega C الكل مضروب بكابيتال T minus 1. ماشي، وهذا إيش بيساوي؟ طبعا الأوميجا C هنا على جنب، الأوميجا C هي عبارة عن اللي هو 2 pi على capital T. ماشي، طب بنعوض هون، بصير عندنا minus 1 على A T plus J N 2 pi على T في T. ماشي، طبعا هذول بيروحوا مع بعض، فبصير عندنا J N 2 pi، J N 2 pi، وعندنا هون exponential اللي هو minus A T في minus J N في 2 pi، بعد ما ندخل T minus 1. وهذا هون كمل الحل هون، هذا بيساوي اللي هو minus 1 على A T plus J N 2 pi okay. والإكسبونينشال هون في عنا هذا بنقدر نفكه اللي هو E minus AT في إكسبونينشال minus J N 2 pi minus 1. ماشي، هلا الإكسبونينشال هذا الـ E minus J N 2 pi هذا دائما بيساوي 1، أوكي؟ فبنقدر بصير عنا الـ final answer هو أوكي في اللي هو عنا E minus AT minus 1 اللي هو خلينا نحطها هون في البسط اللي هو 1 minus E minus AT. أوكي، إذن هذا هاي قيمة الـ PNs، هاي الصيغة العامة للـ coefficients. لما نرجع على السلايد السابق عشان نعوض قيمة الـ PN، فإذن هاي طلعت معانا اللي هي 1 minus E minus AT على A T plus J N 2 pi. أوكي، أنا بس أتأكد A T plus J N 2 pi بالضبط، هاي قيمة الهاي ال بي إن. طيب هلا هو قايل إنه بده ال بالآخر إنه بده الفاي أوف T اللي هي modulated signal بالتايم دومين، modulated signal time domain، وبده كمان الفاي، يعني هذا المطلوب من السؤال، بده الفاي اوف اوميجا اللي هو نفس الشيء modulated signal بس في اي دومين. هون في عندنا الفريكوانسي دومين، طيب هلا عشان نحصل الفاي هاي، عشان نحصلها بالتايم دومين، شو بدنا نسوي بهاي السيجنال؟
عشان نحصل من هاي السيجنال نحصل الفاي. قلنا ايش؟ بندخل السيجنال اللي في رقم 3 هون بندخلها على باند باس فلتر، اوكي؟ وي باس ذا سيجنال ان بارت 3 ثرو باند باس فلتر، ماشي؟ هذا الباند باس فلتر مسنتر وين؟ على مسنتر ات اللي هو بلس ماينس اوميجا سي، ماشي؟ فلما نقول انه احنا الباند باس فلتر مسنتر عند بلس ماينس اوميجا سي، معناته قيم الان هاي شو لازم تكون؟ بلس ماينس 1، ماشي؟ فبناخذ هذا الاكسبريشن كامل اللي برقم 3 ناخذه كامل، لكن شو ناخذ منه؟ فقط نعوض القيم ل n بتساوي بلس 1 و n بتساوي ماينس 1، وباقي قيم ال n بنصفرهم لانهم ما راح يمروا بالباند باس فلتر. فمعناته بنيجي هون معناته the output of the low pass of the band pass filter at the output of the band pass filter we have the signal اللي هي phi of t، ماشي؟ phi of t شو حتساوي؟ قلنا إنه phi of t حتكون نفس الإكسبريشن هذا، بس إيش؟ فقط قيمتين للان اللي هم الواحد والماينس 1، حتكون البي اللي هي البي 1 في الاف اوف تي في اكسبوننشال جي اوميجا سي تي زائد البي ماينس 1 في الاف اوف تي في اكسبوننشال ماينس جي اوميجا سي تي. طيب البي 1 شو قيمتها؟ نيجي هون هي البي ان، هي الصيغه العامه للبي ان، بنعوض واحد بالاول، فالبي 1 بتساوي 1 minus E minus A capital T A capital T plus J 2 pi، ماشي؟ وال F of T بنزلها زي ما هي exponential J omega C T، وال P minus 1 بنعوض اللي هو 1 minus exponential A T على A capital T minus J 2 pi. ال F of T هون بنزلها زي ما هي، هون عندنا minus J omega C T، ماشي؟ هي هيك انا حصلنا المطلوب الاول من السؤال اللي هو نطلع الفاي اوف تي بالتايم دومين. هسه المطلوب الثاني اللي هو الفاي اوف اوميجا اللي هو بالفريكوانسي دومين. العلاقه بين الفاي اوف اوميجا والفاي اوف تي شو هي؟ اللي هي فوريير سيريز، بس الفوريير ترانسفورم الفاي اوف اوميجا بالضبط. فبنيجي بنقول انه الفاي اوف اوميجا فعليا هي عبارة عن الفورير ترانسفورم للفاي اوف تي، وبالتالي الأشياء اللي مش معتمدة على التي بتنزل زي ما هي، هذول مش معتمدين على التي فبنزلهم زي ما هم، اللي هو واحد ماينس اي تو اي كابيتال تي على اي كابيتال تي بلس جي تو باي، ماشي؟ اللي هون في عندي هذا الاكسبريشن شو بصير يا شباب لما نحوله للفورير ترانسفورم؟ ال f of t لما نضربها ب exponential في التايم دومين شو بتصير؟ بتصير f of omega مشفتة بمقدار omega c، ماشي؟ هذا هيو. طيب نيجي على الترم الثاني، هذا كله في هوش t فبينزل زي ما هو، اللي هو 1 minus e minus capital على a t minus j 2 pi، هذا بينزل زي ما هو زي ما قلنا. ظل عندنا ال expression الثاني أو الحد الثاني اللي هو هذا، هذا كمان f of t في exponential بالfrequency domain شو بيصير؟ بيصير كمان تشفيت، بس هالمرة بدل ما شفت بماينس أوميجا سي بنشفت بإيش؟ plus أوميجا سي، مزبوط؟ فبصير عندنا f of omega plus أوميجا سي، أوكي؟ فإذا هيك حصلنا
الاكسبريشن للموديليتد سيجنال في التايم دومين والاكسبريشن للموديليتد سيجنال بالفريكوانسي دومين. اوكي، لو افترضنا هذا كله يعني نسميه مثلا K، ماشي، وهذا نسميه كله B مثلا. اوكي، فنيجي نطلع على السيجنال فعليا الفاي اوف اوميجا اللي هي الموديليتد سيجنال بالفريكوانسي دومين، نطلع عليها ونشوف علاقتها بالمسج سيجنال. إذا كانت عندي المسج سيجنال هيها الاف اوف اوميجا، هي الزيرو، هي الدبليو، هي عندنا الاف اوف اوميجا، فانه السيجنال اللي حصلناها هاي الفاي اوف اوميجا حتكون عندنا هون ماينس اوميجا سي، فهي حتكون عندنا الفاي اوف اوميجا. ناخذ الماجنيتيودز عشان نتجاوز عن الجي اللي موجوده، فبصفي انه ال هذول كماجنيتيود حيكونوا زي بعض، فالكي ماجنيتيود اوف كي لانه في هو الفرق يعني الاكسبوننشال او عفوا الجي بتروح، فالماجنيتيود اوف كي حيساوي الماجنيتيود اوف بي، ماشي. فبصفي انه الموديوليتد سيجنال كشكل هي نفس شكل المسج سيجنال، لكن السنتر فريكونسي لها مختلف، وفي عندنا سكيلينج فاكتور بمقدار الكي اللي هو اختلف عن لو كانت مثلا هون ماكسيمم مثلا واحد، فانه الماكسيمم هون بكون عندي كي، لكن كشكل السيجنال حافظنا عليها تماما بس غيرنا السنتر فريكونسي. اوكي، طيب هذا اذا بالنسبه للسؤال اكزامبل. كنا نرجع النوت. طيب هلا في ظل عندي تو سكشنز بموضوع اللي هو الدبل سايد باند سبريست كارير موديوليشن اللي احنا اوريدي شغالين فيه، اللي هو الدبل سايد باند سبريست كارير موديوليشن. في عندي تو سكشنز ضايلين، السكشن الاول اللي هو السيركت اللي بتعمل لي جنريشن ل الدبل سايد باند سبريست كارير سيجنالز، والسكشن اللي بعده اللي هو الديموديوليشن السيركت اللي بتعمل لي ديموديوليشن للدبل سايد باند سبريست كارير. السيركت الاولى حتكون في الترانسميتر موجوده، والسيركت الثانيه اللي هي حتكون في الريسيفر. اوكي، فنبدا بالسيركت الاولى اللي هي اللي بتعمل جنريشن الدبل سايد باند سبريست كارير سيجنال، اللي طبعا اسمها اللي هي التشوبر مودوليتر. اوكي، طبعا تشوبر مودوليتر هي هون عندي مرسومه، هسه رح نعرف ليش اسمها تشوبر مودوليتر، ليش سموها تشوبر. يعني السيركت هي زي ما هو مبين قدامكم يا شباب، في عندي المسج سيجنال، هاي هي الاف اوف تي، في عندي اوسيليتر، هذا اوسيليتر بيعمل لي جنريشن لكوساين سيجنال، في عندي هون سويتش، السويتش بتتحكم فيه بتحكم فيه الاوسيليتر، بتحكم فيه الكوساين سيجنال، ماشي. هلا السويتش، هذا السويتش يا شباب الاوسيليتر ممكن يطلع منه كوساين سيجنال، ماشي، زي هيك، او ممكن يكون اصلا بيريوديك سيجنال، مش شرط انها تكون كوساين، احنا حاطين هون كوساين بس ممكن تكون اي بيريوديك سيجنال. فالاوسيليتر بيطلع منه ريكتانجولار بلسز بهذا الشكل، ماشي. طبعا الفريكوانسي تبع هذا الاوسيليتر هو اوميجا سي، ففعليا الاوسيليتر بيطلع ريكتانجولار بلسز. هلا لما تكون البولاريتي تبعت الريكتانجولار بلس لما تكون موجبه زي ما انتم شايفين هون، السويتش هون بسكر وبمرر باخذ سامبل من الانبوت سيجنال، ماشي، هي باخذ هاي السامبل. هلا لما بصير
الريكتانجولر بلس هون بيصير نيجاتيف او بنزل تحت الصفر السويتش بيفتح ماشي، بتبطل عندي تمر الانبوت سيجنال او المسج سيجنال فبتروح على الجراوند بصير جراوندد ماشي، فزي اللي هو صار زي ما هو هون مبين ماشي. هلا بترجع الريكتانجولر بلس هون بصير بوزيتيف، ترجع ناخذ كمان سامبل من الانبوت سيجنال، برجع ريكتانجولر بلس بصف بصير نيجاتيف، نرجع ناخذ جراوند جراوندد، بعدين نرجع وهكذا، بنضل مره ناخذ سامبل من الانبوت سيجنال مره نرجع جراوند وهكذا حتى يصير عندي شكل السيجنال اللي بتطلع من السويتش زي هيك ماشي. هاي السيجنال بسموها chopped signal. chopped شو يعني chopped يا شباب؟ مقطعة، لأنه ظلينا نأخذ بناء على السويتش نفتح بالضبط. فهون بالضبط chopped يعني مقطعة، فاسم الموديوليتر هون اسمه chopped موديوليتر، يعني من الاسم تبعه إجا من طبيعة عمله أنه بيقطع لي الانبوت سيجنال ماشي. بدنا نعرف طبعا انه الفريكوانسي تبعت السويتش بيسكر وبيفتح نفس الفريكوانسي تبعت البيريودك سيجنال اللي هو اوميجا سي، بيفتح وبيسكر بفريكوانسي قيمتها اوميجا سي. طيب هل السيجنال اللي طلعت عندي من الـ السويتش اللي هي هاي اي سب اي اوف تي، هاي هي الاي سب اي اوف تي. هلا هاي الاي سب اي اوف تي حيكون فيها مش بس فريكوانسي اوميجا سي، حيكون فيها كمان 2 أوميجا سي 3 أوميجا سي 4 أوميجا سي، فيها higher frequencies. فعشان هيك بندخلها على band pass filter فقط مسنتر عند ال plus minus أوميجا سي ماشي. فبيطلع لي band pass filter بيطلع لي فقط ال components من السيجنال اللي مسنترين عند ال plus minus أوميجا سي، واللي هو هون بيطلع عندي على الاوتبوت للباند باس فلتر. فالاوتبوت من الباند باس فلتر فعليا هي الفاي اوف تي اللي هي موديوليتد سيجنال اللي احنا بندور عليها. هاي هي الاوتبوت اوف ذا باند باس فلتر اللي هي حتكون في الفريكوانسي دومين شيء زي هيك ماشي، هي اوميجا سي وهي ماينس اوميجا سي. هاي اذا الاي اوت اوف تي اوف اوميجا، عفوا الاي اوت اوف اوميجا اللي هي نفسها فاي اوف اوميجا ماشي. طيب هاي إذا بالنسبة يعني بشكل سريع عن chopped modulator. طبعا في عنا سيركت ثانية نفس السيركت الأولى برضو هي chopper modulator، بس الفرق الوحيد هو إنه السويتش بالسيركت الأولى هو عبارة عن electromechanical switch، يعني بيفتح وبيسكر بناء على ال electrical signal اللي بتتحكم فيه. لكن chopper modulator الثاني هو السويتش هو عبارة عن مجموعة ديود بتفتح وبتسكر حسب البولاريتي تبعت الساينوسويد هالسيجنال اللي بتتحكم فيهم. فعشان هذول الأربعة ديود مرتبين بطريقة يعني حلقية فصار اسم هذا الموديوليتر اللي هو chopper modulator using a ring، يعني اللي هو ring modulator لأن هذول الدايودز مرتبة بشكل رينج صار اسمه الرينج موديوليتر أو الشوبر موديوليتر يوزينج دايودز as a switch ماشي. لكن بقية السيستم نفس الشيء شغال نفس السيركت الأولى. هون عندك بتيجي المسج سيجنال، هون عنا بيطلع من السويتش، هون بيطلع عندي chopped signal وبعدين بتدخل chopped signal على الباند باس فلتر، وبعدين اللي هو تطلع لنا على الفاينل اوتبوت من الباند باس فلتر تطلع عندي الموديوليتد سيجنال اللي هي الفاي اوف تي ماشي. هذا اذا السيركت اللي بتعمل لي جنريشن لا اللي هو الموديوليتد سيجنال. طيب هلا السيركت الثانيه، طبعا السيركت الاولى اللي هي الشوبر موديوليتر موجوده في الترانسميتر. السيركت الثانيه اللي هسه راح نشوفها هي موجودة طبعاً بالريسيفر أوكي. طيب اللي هي مسؤولة عن الديموديوليشن للموديوليتد سيجنال أوكي. فمرة ثانية نيجي على الوايت بورد. إذن السيركت الأولى يا شباب للشوبر موديوليتر كانت بتحول لي فعلياً الشوبر موديوليتر
كانت موجودة في الترانسميتر، مكانها في الترانسميتر، والانبوت إلها هو الاف اوف تي، والاوتبوت إلها هو الموديوليتد سيجنال اللي بتروح عندي على الشانل. ماشي. السيركت الثانية رح نيجي نشوفها هون اللي هي البي ال ال سيركت، اللي هي موجودة في الريسيفر. الانبوت للبي ال ال هو الموديوليتد سيجنال اللي هي الفاي، والاوتبوت منها هو الاف اوف تي على 2 اللي هو المسج سيجنال. اوكي. ف اللي هي المسج سيجنال. اوكي. طيب هلا نيجي على البي ال ال. البي ال ال هي اختصار لفيز لوكت لوب. ماشي. فيز لوكت لوب. طيب الفيز لوكت لوب بتتكون من ثلاث اشياء. اول شيء المكون الاول هو مالتيبلاير، المكون الثاني هو لو باس فلتر، والمكون الثالث اللي هو شيء اسمه فولتج كنترولد اوسيليتر، بنختصرها بالفي سي او. ماشي. هذول ثلاث مكونات. نيجي نرسم السيركت تبعت ال. طيب قبل ما هاي، هسه عندي انا هون هاي الترانسميتر، قلنا هاي الاف اوف تي تدخل هون، من عندنا ملتيبليكيشن مع الكوساين اللي هو خلينا نسميه اوميجا سي تي بلس ثيتا. ماشي. تطلع عندي من الانتنه تبعت الريسيفر اللي هي الفاي اوف تي، الموديوليتد سيجنال بتمر بالشانل. هلا في عندي هون الريسيفر، الريسيفر قلنا بيعمل برد، بضرب ال incoming signal اللي هي الفاي اوف تي، بضربها بكوساين سيجنال نفس الموجوده عندنا في الترانسميتر. اوكي. هلا هذا الكوساين سيجنال يا شباب، بعدين طبعا في عندنا لو باس فلتر، وبعدين بتطلع عندي على الفاينل اوتبوت اللي هي المسج سيجنال الاصليه. ماشي. هلا هذا الكوساين، هسه قلنا مثلا هذا السيستم هو عباره عن مثلا عن خطوط تليفون شغاله مع شركه زين مثلا. اوكي. هلا شركه زين يعني ابتداء هي عارفه شو الرينج اوف فريكوانسيز اللي هم شغالين عليه. ماشي. ففي يعني في خلينا نقول فكره لكل من يعني الريسيفر في عنده فكره عن الكارير فريكوانسي اللي احنا شغالين عليه بشركة زين. فمثلا يعني إذا كانت مثلا الشركة مثلا شغالة على فريكوانسي هون مثلا 1 جيجا هيرتز. ماشي. الريسيفر بده يكون عارف إنه السنتر فريكوانسي اللي إحنا شغالين عليه هو 1 جيجا هيرتز. ماشي. لكن اللي بصير إنه إيش، إنه مثلا أنا يعني حملت السيجنال تبعتي على 1 جيجا هيرتز. أوكي. وعلى ثيتا معين خلينا نقول انها هي مثلا 30 درجه. اوكي. هلا انتقلت السيجنال فاي اوف تي، مرت في الشانل. هلا خلال مرور السيجنال في الشانل تتعرض لانواع مختلفه من الديستورشنز. ماشي. هاي الديستورشنز ممكن انها تؤدي الى انه السيجنال لما توصل على الريسيفر ما توصل بنفس الفريكوانسي اللي تحملت عليه، ممكن توصل محمله على فريكوانسي 1.1 جيجا هرتز. اوكي. ممكن توصل الفيز تبعتها بدل ما هي 30 درجة مثلا تكون 32 درجة. ماشي. فالريسيفر بيعرف انه ماشي انه الكارير فريكونسي الاصلي اللي احنا شغالين عليه هو 1 جيجا، وانه الثيتا الاصلي اللي شغالين عليها هي 30 درجة، لكن ما بيعرف عن الديستورشن اللي احدثته الشانل. ما بيعرف انه صار في تغيير بالكارير فريكوانسي بقيمة 0.1 جيجا، وما بعرف إنه صار في تغيير بالفيز بقيمة 2 أو درجتين. لذلك صار عندنا لزاماً إنه بالريسيفر يكون في عندي سيركت مخصصة في الريسيفر، فقط مخصصة على إنها تعمل لي
استيميشن للقيمه الفريكوانسي، يعني القيمه الدقيقه للفريكوانسي اللي واصلني، وللفيز القيمه الدقيقه للفيز اللي واصلتني. ماشي، هاي السيركت اللي موجوده في الريسيفر اللي مسؤوله عن تحديد قيم الفريكوانسي والفيز نسميها البي ال ال، ماشي، اللي هي مسؤوله عن الاستيميشن للقيم الدقيقه للاكزاكت فاليوز اوف اللي هو الاكزاكت فريكوانسي والاكزاكت فيز اللي موجودين بالسيجنال اللي واصلتني انا على الريسيفر اللي هي هاي السيجنال. ماشي، ما هسه بغض النظر انه السيجنال اللي انا حملتها اصلا اللي كانت بالترانسميتر محمله على ال1 جيجا، هسه انا بهمنيش ال1 جيجا، بهمني اللي واصلتني. انا بدي اعمل ديموديوليشن للسيجنال اللي واصلتني مش للسيجنال اللي انبعثت هون. السيجنال اللي واصلتني صارت محمله على 1.1 جيجا، فلذلك انا الفريكوانسي اللي بدي استخدم هون في الريسيفر عشان اعمل ديموديوليشن لازم يكون 1.1 جيجا. ونفس الشيء بهمنيش الفيز ال 30 درجه، وانما بهمني الفيز اللي واصلتني اللي هي 32 درجه. فعشان هيك بيصار عندي بالريسيفر سيركت خاصه فقط مكرسة إنها تعمل لي استيميشن للقيم اللي قيم الفريكوانسي والفيز اللي واصليني أنا على ريسيفر. طيب إذا هسا اللي بدنا نشرحه حيكون جوا هذا البوكس اللي هو السيركت اللي مسؤولة عن الاستيميشن اللي هي البي ال ال. ماشي، نيجي على البي ال ال يا شباب. نفترض إنه ال نرجع مره ثانيه على الرسمه هاي. نفترض انه ال السيجنال انبعثت او تحملت عندي على الترانسميتر على 1 جيجا، خلينا ناخذ هاي القيم، والفيز كان 30 درجه. نيجي هلا قلنا وصلتني الفريكوانسي واحد وصلت 1.1 والفيز وصلت 32. فهلا نشوف البي ال ال كيف بدها تعمل استيميشن للاكزاكت فاليوز اوف فريكوانسي اند فيز فور ذا انكمينج سيجنال. ماشي، فالسيجنال اللي جاي اللي هي هون حتدخل، قبل ما نيجي هون، قبل ما نيجي على المالتي بلاير، ناخذ نسخه من هاي السيجنال بندخلها هون على مالتي بلاير ثاني. ماشي، هاي السيجنال اللي واصلتني اللي هي الاف اوف تي مضروبه في كوساين اللي هو 2 باي في 1.1 جيجا تي، من أكبر الخط، اف اوف تي في كوساين 2 باي في 1.1 جيجا تي زائد اللي هي 32 درجة. ماشي، هاي السيجنال اللي واصل الريسيفر. هلا الفي سي او، بس في عندي مكونات البي ال ال، هاي عندنا هون لو باس فلتر، وبعد اللو باس فلتر في عندي اللي هو الفي سي او. هسه بنتحدث عنه الفي سي او بشكل اكبر. فعندي الاوتبوت من الفي سي او برجع بمر هون. هلا الفي سي او موصول مع ايش؟ او هو فعليا بيطلع لي ساينوسويدال سيجنال لها فريكونسي معين وفيز معينه. ماشي، هذا كله اللي كتبناه، هذا الإشي خلينا أحطه جوا خط مقطع، هذا اللي هو الـ PLL circuit. Then this is the PLL circuit. طيب نرجع هون، نفترض أنه الـ VCO القيمة اللي مطلعها من أول الريسيفر، القيمة اللي مطلعها من أول للفريكوانسي اللي هي 1 جيجا هيرز، اللي هي 2 باي في 1 جيجا في تي. ماشي، والزاوية اللي مفترضها الـ VCO بداية هي 30 درجة. ماشي، هلا بيجي اجتني السيجنال اللي جاي من الشانل اللي هي هاي السيجنال، وفي عندي السيجنال اللي طالع من الـ VCO اللي هي هاي السيجنال، الثنتين بينضربوا ببعض هون بالمالتي بلاير. هسا اللي راح يطلع هون بعد المالتي بلاير حنسميها سيجنال M out. الـ M out شو بتساوي؟ بتساوي حاصل ضرب الـ incoming signal في كوساين اللي هو 2 باي 1.1 جيجا زائد 32 مضروبة في الساين اللي هي 2 باي
في 1 جيجا تي زائد 30 درجة. ماشي؟ هذول اللي راح يطلعوا من ال هاي سيجنال راح تطلع من الملتيبلاير اللي هي ام اوت. هلا الام اوت المتطابقة خلينا نبسطها أكثر، بتصير اف اوف تي الكوساين ساي هي عبارة عن اللي هو ساين المجموع زائد ساين الفرق. ساين الفرق اللي هو إيش حيكون؟ 2 باي 1.1 جيجا ماينس 1 جيجا اللي هي 0.1 جيجا. ماشي؟ والزاوية 32 ناقص 30 اللي هي زائد 2 درجة. ماشي؟ هاي الفرق. والكمبوننت الثاني اللي هو المجموع F of T على 2 في ساين اللي هو 2.1 أول شيء نحط 2 باي 2 باي في 2.1 جيجا T والزاويتين بنجمعوا اللي بيصير عندنا 64 درجة. ماشي؟ هلا هاي السيجنال حندخلها على اللو باس فلتر. اللو باس فلتر راح يمرر فقط اللو فريكونسي كومبوننت وراح يشطب لي الهاي فريكونسي كومبوننت. فعندي ال 2 جيجا 2.1 جيجا هاي راح تنشطب باي اللو باس فلتر. راح يطلع من اللو باس فلتر هو فقط هذا. حنسميه الال اوت. اذا الال اوت هو هذا الكومبوننت. ماشي؟ هلا هذا ال هسه عندي إذا كانت هاي القيمة صغيرة، هلا عندنا في أخذت ومر عليكم بالكالكولس إنه ساين الزاوية الصغيرة مثلا كي تقريبا بيساوي كي إذا كانت الزاوية بالراديان. فهون عندنا التيرم هذا اللي راح يطلع إذا كان الفرق بسيط بين بين الفريكونسي اللي جاي والفريكونسي اللي مفروض اللي طالع من الفي سي أو، إذا كان الفرق صغير بس كان بوزيتيف فاليو. ماشي؟ إذا كانت ال أو بوزيتيف تيجي هاي الفولتج هي عبارة عن فولتج بتدخل على الـ VCO. هلا الـ VCO شو وظيفته؟ بتدخل عليه فولتج. ماشي؟ حسب قيمة الفولتج اللي داخله عليه بيتحكم قيمة الفريكونسي والزاوية اللي طالعة منه. فإذا كانت الـ LO هاي positive value فالـ VCO شو رح يسوي؟ رح يقلل الـ VCO عفوا. إذا كانت القيمة positive هون طيب مرة ثانية هسا اللي بيسويه هون عنا حياخذ ال قلنا بعد الملتيبلاير حسب المتطابقة حتكون الزاوية اللي مطلوب اللي بتطلع هون اللي هي الفرق بين الزاوية اللي بيولدها الـ VCO ناقص الزاوية اللي جايتني. فهون حتكون عندي ماينس اللي هي الزاوية حتكون نيجاتيف. ماشي؟ ونفس الشيء هون حيكون عندي ناقص 2 درجة. اوكي؟ فهون حتكون عندي القيمة اللي طلعت عندي الـLO حتكون الزاوية فيها نيجاتيف. ماشي؟ لما تكون نيجاتيف الـ VCO شو بيفهم؟ بيفهم إنه ما دام الفولتج اللي داخلت لي هي نيجاتيف فولتج فلازم أرفع قيمة الفريكونسي وقيمة الزاوية اللي أنا بعملهم جنريشن. فبرجع شو بيسوي؟ برفع قيمة الـ 1 جيجا هيرتز بخليها مثلا بدل 1 جيجا هيرتز بخليها مثلا 1.05 جيجا هيرتز، والزاوية بدل ما تكون 30 درجة بعملها 31 درجة. ماشي؟ وبرجع بعيد العملية اللي سويناها مرة ثانية. فبضرب الانكومينج سيجنال هاي بضربها بالسيجنال اللي هو عملها جنريشن الساين اللي بيطلع بدخله على اللو باس فلتر. هلا شو بصير عندي؟ بيطلع عندي الاو جديدة هالمرة كمان بتكون نيجاتيف. الفرق هون بصير بدل 0.1 جيجا هيرتز بصير 0.05 جيجا هيرتز والزاوية بصير 1 درجة واحدة. فبطلع عندي نيجاتيف فاليو لكنها أصغر من النيجاتيف فاليو اللي باللوب الأولى. فشو بيسوي؟ بيعرف إنه لازم ما دام الانبوت عندي نيجاتيف فولتج برد برفع قيمة الفريكونسي هالمرة بدل ما يكون 1.05 بسوي 1.1 جيجا 1.1 جيجا والزاوية بدل ما تكون 31 بيرفعها بيسويها إيش؟ 32. ماشي؟ فبس هلأ صار هاي قيمة الساين الجديدة. هلأ شو برجع؟ بيسوي كمان لوب جديدة فبضل يمشي بشكل لوبس مستمرة. هلأ باللوب الجديدة اللي صار إنه الفريكونسي اللي طالع من الـ VCO
نفس الفريكوانسي اللي جايني من الشانل، والزاويه اللي من الفي سي او نفس الزاويه اللي جايتني من الشانل. لما يجي يدخلوا على المالتي بلاير بيطلع عندي هون الفرق، الفرق هون بتطلع زيرو، الساين هون بتطلع زيرو، والمجموع يعني بنجمعه لبعض. لما يدخلوا على اللو باس فلتر هذا الكومبوننت بيروح بيطلع فقط عندي على الاوتبوت لللو باس فلتر بيطلع عندي زيرو فولتج. ماشي. هسه لما يصير الاوتبوت لللو باس فلتر عباره عن زيرو ويصير الانبوت للفي سي او هو زيرو، بيعرف الفي سي او انه انا قيمه الفريكوانسي اللي طلعتها اخر لوب وقيمه الفيز اللي طلعتها اخر لوب هي ايش القيمه الصحيحه اللي انا بدي اياها. فبعمل عليهم لوك بثبتهم وبقول خلاص الساينوسويد اللي راح نستخدمه في عمليه الديموديوليشن هو القيمه الاخيره اللي وصلنا لها اللي هي ساين 2 باي 1.1 جيجا تي زائد 32 درجه. وهيك بكون استخدمنا نفس الساينوسويد نفس الفريكوانسي والزاويه للانكمينج سيجنال، وبالتالي بتصير عمليه الديموديوليشن تمشي بشكل صحيح، بنقدر بالاخر نسترجع الاوريجينال سيجنال على الفاينل اوتبوت للريسيفر. فهي من اسمه فيز لوكت لوب، انه بلاقي انه يعني الهدف الاسمى للفي سي او هو انه الانبوت فولتج له تصير صفر. وانس انه الانبوت فولتج للفي سي او صارت صفر خلاص بثبت هاي القيمه للفريكوانسي وبثبت هاي القيمه للزاويه، بضل شغال عليهم باستمرار. ماشي. فمن هون اجت التسميه فيز لوكت لوب، انه بيعمل لوك على الفيز والفريكوانسي اللي الصحيحات بصير يستخدمهم في عملية الديموديوليشن. إذن هاي هي باختصار طبعا السيركت تبعت الفيز لوك لوب، وهي يعني سيركت مش سهلة كمان وفيها التفاصيل أكثر، لكن إحنا مرينا عليها باختصار. ويعني عشان نبين لكم إنه في موضوع الدبل سايد باند سبريست كارير موديوليشن أساسي، شرط أساسي انه دائما الترانسميتر والريسيفر يكون بينهم سينكرونايزيشن، عشان انا اقدر استخدم يعني عشان انا اقدر استرجع الاوريجينال سيجنال اللي هي الاف اوف تي. اذا كان ما في سينكرونايزيشن راح يصير في عندي ديستورشن وما راح اقدر استرجع الاوريجينال سيجنال اللي انا بعثتها على الترانسميتر. اوكي. طبعا هذا موضوع السينكرونايزيشن والسيركت تبعت البي ال ال اللي شفناها هسه، هذول طبعا بتكلفني عبارة عن تكلفة زيادة، عبارة عن إكسترا سايز أنا بحطه في الريسيفر، بتزيد حجم الريسيفر بتزيد التكلفة للريسيفر. فهاي خلينا نحكي من المشاكل أو من المآخذ على الموديوليشن اللي هو الدبل سايد باند سبريست كارير. أوكي. هيك إحنا بنكون كملنا النوع الأول من الموديوليشن في هذا الشابتر اللي هو الدبل سايد باند سبريست كارير. إن شاء الله المحاضرة الجاية رح نبدأ بالنوع الثاني من الموديوليشن اللي هو الدبل سايد باند لارج كارير موديوليشن. أوكي. طيب أي سؤال يا شباب؟ دكتور أنا عندي سؤال. تفضل. المد رح يكون لأي شابتر؟ شو هو؟ المد لأي شابتر، يعني قديش رح تكون مادته؟ المد يعني أكيد رح نكون مكملين هذا الشابتر اللي هو شابتر 5، ورح نكون جزء واصلين اللي هو نص شابتر 6. يعني رح يكون 2 و3 و5 ونص شابتر 6 المد. أيوه هيك. طيب وبالنسبة لآخر موضوع شرحتيه بالمحاضرة، يعني نفهم وفهم ولا إيش؟ أي هذا المحاضرة في اليوم؟ آخر موضوع اللي هو تبع الدائرة. بدك تفهمها. بدك تفهمه. بدك تفهمه وتكون يعني افرض ان جبت لك مثلا السيركت هاي تبعت البي ال ال، يعني ممكن اجيب لك عليها سؤال مثلا، مش حيكون السؤال غاية في الصعوبة، بس يعني ضمن الاشي اللي شرحناه اليوم. دكتور يعني لو يكون شابتر، لو يكون مثلا المد لنهاية شابتر 5 وبس، لأنه يعني يظل شابترين للفاينل. هو يا محمد شوف، يعني أنت ماشي بتصير تقول أنه أنا رح أدخل على المد عندي 3 شابترز ونص، بس أنت شابتر 2 شابتر 3 فعليا يعني مش حيكون عليهم الويت العظيم، مش حيكون عليهم أسئلة كثير، عرفت؟ لأنهم باعتبار مراجعة أنا يعني بنظر لمادة الميد، هم طبعا داخلين 2 و3 داخلين، لكن أنا بنظر لها إنها عبارة عن شابتر ونص اللي هو شابتر 5 ونص شابتر 6.
لأنه هذول هم خلينا نحكي اللي فيهم مادة جديدة وفيهم حيكون يعني وزن علامات، يعني معظم العلامات حتكون عليهم. تم إن شاء الله. ماشي، بس chapter 2 و 3 داخلين يعني، لا وفي حيكون عليهم أسئلة. طيب أي سؤال يا شباب خص الموضوع اليوم أو الكويز تبع الجمعة؟ طيب أنا ها إذا فيش أسئلة إن شاء الله بنشوفكم الأسبوع القادم، وأتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة ويعني موفقة. السلام عليكم.